وينضم إلينا من بكين الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سن ياتسين. مرحبا بك دكتور شاهر معنا شاشة القاهرة الإخبارية. وأبدأ مع الرغم من أنه حتى حلفاء وشركاء أمريكا في هذا الاجتماع اليوم قد امتنعوا أو كان لهم موقف ملفت للأنظار، وكان هنالك كلمات قوية من الصين وروسيا، ولكن لنتوقف مع الصين، هل اليوم صوتها مسموع على مستوى العالم؟ صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. أعتقد الصوت الصيني مسموع ولكن يبقى صوت. في الأخير نحن نحتاج إلى فعل. هذه الحرب الإجرامية التي تجري هي بحاجة إلى فعل. الصوت ربما لا يكفي. دولة بحجم الصين رغم احترام الجميع ربما لمواقفها، لكن أعتقد أن العرب كانوا يعولون أكثر ربما على الموقف الصيني والموقف الروسي. طبعا لم يكن مستغربا القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن، ربما كان الهدف منه تسجيل المزيد من النقاط على الولايات المتحدة، إظهار عزلة الولايات المتحدة، إظهار أن حتى الاتحاد الأوروبي أو الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي هو فرنسا في مجلس الأمن ربما كان مع القرار. ربما بريطانيا أيضا التي هي دائما مع الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت. إذن سمعة الولايات المتحدة أعتقد أصبحت سيئة. هذا يخدم السياسة الصينية في المنطقة. الصين لا زالت طبعا تفكر بلعب دور الوسيط في المنطقة، طرح مبادرة ربما، لكن هذا يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف. إذن اليوم بموضوع جميع الأطراف الذي تحتاج إليه الصين بتشكيل مجموعة ضغط دولية أو تحرك، مجموعة تحرك دولي، يعني هل لم يصل الأطراف اليوم في المنطقة العربية أو في الوضع الإقليمي إلى حالة من الإحباط من أمريكا لينضموا ربما إلى هذه المجموعة، أم أن هذا الحراك الدولي سواء من الصين أو روسيا لا يزال يبقى في خطواته الأولى ويحبو تجاه القضية الفلسطينية دكتور؟ التوصل إلى أي حل يحتاج موافقة الأطراف، بمعنى الطرفين المتنازعين. الولايات المتحدة هي طرف أساسي، هي وإسرائيل في هذه الحرب. أعتقد أن الصين لم تقدم على أي مبادرة أو على أي مشروع إلا إذا أخذت موافقة من قبل الولايات المتحدة. نحن نعرف في بداية الحرب كان هناك مطلب أمريكي من الصين أن تسعى لدى حلفائها أو أصدقائها في المنطقة لكي لا تتوسع الحرب. الآن يجب أن يكون هناك ضغط. إذا أصبح هناك ضغط على الولايات المتحدة أو على إسرائيل أكثر، يمكن أن تطلب الولايات المتحدة من الصين لعب دور. أعتقد أن الصين لن تقدم على أي خطوة باتجاه طرح مبادرة أو حتى مشروع. نحن لم نرى أي مشروع مثلا من الصين قدم في مجلس الأمن. لماذا؟ لأن الصين لا تريد أن يحسب عليها أي فشل سياسي في هذا الاتجاه، فنجاحها مرتبط ربما بموافقة الأطراف. طيب ليبقى في موقف الصين في موضوع الشرق الأوسط، ما حدث اليوم في غزة وما يزال مستمرا ويحدث، هل قلب ربما معادلة طموحاته في الشرق الأوسط علاقاته؟ هل اليوم هي تتأنى كما هو معروف باستراتيجيتها وتكتيكها لكي تحبط الكثير من الدول العربية من أمريكا وسياستها لتلجأ إليها؟ أنا أعتقد أن الموقف الصيني فيه شيء من المبدئية الذي نحن نعتبره تردد. بمعنى مثلا الصين ترفض أن توصف مثلا حركة حماس بأنها حركة إرهابية، بينما في نفس الوقت هي لا تريد التعاطي مع حركة حماس لأنها تثق بأنه لا يمكن التعاطي إلا مع الدول. من هذه الزاوية وقياسا على هذا الموقف، أعتقد أن دائما هناك انتقادات للموقف الصيني كما جرى أيضا في الحرب في أوكرانيا. إذن الصين تؤمن عندما عادت القضية في بدايتها، عندما عاد وزير الخارجية الصيني بأن ما جرى في 7 أكتوبر هو نتيجة لظلم تاريخي تعرض له الشعب الفلسطيني، أيضا كان هناك انتقادات من جانب إسرائيل للموقف الصيني، وكان هناك انتقادات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الجزء أو هذا الجانب من المبدئية في السياسة الصينية دائما نعتبره أنه تردد أو مسك العصا من المنتصف أو نوع من البراغماتية، وأنا أعتقد أنه ليس بهذه الطريقة يمكن قراءة الموقف الصيني. جميل. طيب إن كنا نتابع، مع الأسف هي ليست ورقة توت وحيدة، هي أوراق توت تسقط على مدار أو على طول الطريق مع أمريكا في مواجهة مستمرة دكتور شاهر. طب ما حدث مؤخرا بمجلس الأمن هو سقوط ورقة توت لهذا الوجه وتعرية لأمريكا. اليوم أمريكا تقف لوحدها في وجه العالم، هل هذا سيعطي فرصة للصين وحلفائها للعب دور وسيط بشكل أكبر؟ أعتقد إذا كان هناك قراءة للموقف الأمريكي فيجب أن نقرأه قراءة سياسية أكثر منه عاطفية أو مثالية. اليوم الرئيس الأمريكي هو أمام انتخابات، هو بحاجة إلى السماع إلى أصوات الناخبين. ماذا يريد الناخب الأمريكي؟ ماذا يريد الجمهوريون؟ ماذا يريد الديمقراطيون؟
من أكثر من الشعب الأمريكي، هل هم مؤيد لإسرائيل أم مؤيد للفلسطينيين؟ من هذه الزاوية يمكن أن نقرأ هذا الموقف. أيضا هل يستطيع هو أن يفرض شيئا على إسرائيل في ظل وجود رئيس حكومة مثل بنيامين نتنياهو؟ أعتقد أن الرئيس الأمريكي اليوم كل ما يعنيه هو أن يحصل على تصويت الناخبين لولاية قادمة. هو لا يستطيع الضغط على إسرائيل، هو لا يستطيع إيقاف تزويد إسرائيل بالسلاح كما نطلب طبعا ونتمنى هذا، لكن هو لا يستطيع أن يوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. إذن هناك مجموعة من المحددات للموقف الأمريكي. أنا لأبقى معك في هذه النقطة بعيدا عن الأمور العاطفية كما تشير والانفعالية والذهاب بالأمور العقلانية والواقعية، الأمر ليس منوطا فقط بالناخب الأمريكي اليوم فيما يبحث عنه جو بايدن، الأمر منوط بمن يتحكم اليوم بالسياسة الأمريكية ومن هو خلف الكواليس ومن يقرر من هو الرئيس القادم. صحيح، اللوبي الإسرائيلي أيضا هو فاعل في السياسة الأمريكية، هو متحكم. حتى الصوت العربي الذي كان ربما إلى حد ما فاعل في التصويت للرئيس بايدن، نحن نسمع اليوم ردة فعل تقول بأن العرب أو المسلمين لن يصوتوا في الانتخابات القادمة للرئيس بايدن. لكن لو فكرنا بطريقة عقلانية بطريقة منطقية سنقول أن على العرب أو على الناخب العربي أو المسلم في الولايات المتحدة أن يصوت لبايدن، ربما ليس لأنه الأفضل، لأنه ربما الأقل سوءا من الرئيس ترامب. إذن السياسة شيء وربما العقلانية أو المنطق أو الأخلاق شيء آخر. للأسف. أشكرك جزيل الشكر دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين، حدثنا من بكين، شكرا لك.